ست معلم. دير بالك. وهي وصلنا. ليش ما عم بقدر اترك البحر الاسود يا ترى؟ انا بعتذر منك لانه اجلت اجازتنا اللي وعدتك فيها حبيبتي، لانه في نفس وكمان في ابنيت منجيبن بعد ما نسافر. عجبتك كريستو؟ ظريف طالع، ما الصبايا رح يعجبهم شكلي. لك خلصني المفتاح، وينه؟ ايه صح، تفضل. هاي السيارة ما لها علاقة فيني أو بالشركة؟ لا، استأجرتها بهوية مزورة. آه، وكمان هاي بطاقات البنك. ما لهم على اسمي، ما هي؟ لا طبعا، مربوطين بحساب الشركة، يعني ممكن أي حدا فينا يكون عم يستعملهم. ما رح أنمسك يعني؟ مستحيل، ظبطت كل شيء، اطمن. التليفون. التليفون حطيت لك فيه شريحة جديدة، جبته على السريع وما لحقت اني اشحنه، يعني بدك ما تواخذني فيدات بيك. طيب ماشي. ليك رستم. نعم. اذا صار وحدا مسكني بتقوص حالك بحالك بدون ما تعذبني. انت بتأمر فيدات بيك، خليك مطمئن. سلام. فاتح، ما في حدا هون. أخي معلش، خلينا نتأكد. ليك إحسان، أنت دور تحت. إيه؟ براك؟ براك أنت هون؟ براك أنت هون؟ شو هاد؟ ها طلعتي هون؟ لك هذا الوطي شو عمل فيكي؟ طمنيني، في شي عم يوجعك؟ انت كيف قدرت تفوت على الفيلا؟ شو اللي عم يصير هون؟ قلي بسرعة. خليني فكك بالأول وبعدها منحكي قد ما بدك. اليوم صارت ألف مصيبة هون، جيلان وين؟ أقول مشان الله. شو هالجنزير هاد؟ فاتح جاوبني، وين أختي جيلان؟ فاتح وين جيلان؟ ليش ما عم تقلي؟ وين أختي؟ أخذ فيدات وهربوا بطيارة بحرية. لوين أخذها؟ براك وقفي. ركني. وين أخذها؟ شوي بدي أطلع أعرف. لك ما في حدا هون. شو عم تقول؟ طيب وين أبي؟ كيف خلى فيدات يتركها؟ كيف تركه؟ أبوكي مات براك. كيف؟ كيف مات؟ شلون؟ قتلوا فيدات؟ أكيد هو قتله، وكمان سرق لي أمي، وهلأ سرق جيلان مني. لازم لاقي أختي، لازم. فاتح لازم لاقي جيلان، الله يوفقك. ساعدني، اهدي شوي. فاتح هلأ هي بتكون بحاجتي، أنا لازم روح ولاقيها مشان الله. يا فاتح، يا ترى أختي وينها هلأ؟
عن جد هاد غبي. السيارة ما فيها بنزين بنوب. أهلين. فل. تكرم. جوعانة ما؟ مو شغالة البطاقة. بالله عن جد؟ طيب جربي هاي. تفضلي. بعتذر حتى هاي ما عم تشتغل، إذا بتحب منتصل بالبنك. شلون هيك؟ مو معقول. دقيقة بس. بدك تفوتي على الحمام حياتي؟ ها؟ تعالي لأخذك، يلا. استني. تعال يلا. ما قدرت تنام؟ ما عم قادر انسى هديك اللحظة لما مشيت وتركت جيلان معه. طاهر، رح يجي يوم ونلاقي جيلان. هيك رأيك؟ ليك صديقي، فهم علي، الواطي فيدات كل أمواله جمدنا له ياهن، وحتى حساب الشركة كمان منشان نحاصره ونقدر نوصل له. ما رح يقدر يتحرك براحته بأي مكان بالعالم. ما في يستعمل بطاقة البنك، يعني ما في مصاري. بهالوضع شو رح يصير يا ترى؟ رجاله رح يتخلوا عنه واحد ورا الثاني، ورح يضطر يستسلم بالآخر.